وين بتروحوا اذا سكروا الدالي هون؟ ما بنروح محل، بطل نجي على البحر. ما بنخليهم اصلا يسكروها، يعني انه هاي البحر انه كل احد نجي نتسلى فيها، و يعني هذا بحر للجميع للعالم كله. هذا منفسنا الوحيد. يعني سكرونا يا أم نروح، كل المطارح تسكرت، كل مطرح ما ننزل عليه ما ندفع عليه دخولية. قد يكون هذا الصيف الأخير حيث سيسمح لرواد الدالية بالاستمتاع ببحرها وهوائها ومنظرها. فبعدما بات أكثر من 80% من المناطق الساحلية من جونيا إلى مطار بيروت ملكاً لأصحاب النفوذ المالي والسياسي، ها هي الدالية تواجه المصير نفسه. كلها تعديات مخالفة للقانون سمحت بها الحرب الأهلية، ولم تتكبد الدولة مذاك عناء إعادة الأملاك إلى صاحبها الشعب اللبناني. شراء أراضي الدالية بدأ عام 95 من قبل شركات عقارية تتحرك اليوم من أجل إقامة منتجع أو مشروع عقاري، علماً أن الدولة تملك نحو 70% من المساحة بدأت تصفيتها منذ نحو 5 سنوات. سبق أخذوا الموفنبيك هونيك، أخذوا الأرض، وهلأ بعد منها رمية البيضة، وهوني قبل. طيب شو بدهم يخلوا شيء لوجهة بيروت؟ وين أهل بيروت؟ عجيب الغريب أنه ما بس أخذوا البر، أخذوا البحر كمان. معروفين مين اللي اشتروا؟ ولو مجموعة بنك البحر المتوسط، معروف مين؟ نافذين معروفين مين؟ يعني عملياً اللي عم يدعي أنه هو حامي بيروت واللي هو حاميها عم بيبين أنه ما هو حاميها، للأسف هو العكس. ونحن أهل بيروت عم نتاخد أنه تعوا على الانتخابات نحن لبيروت، وتعوا للانتخابات نحن بنحافظ على بيروت. إذا بتشوفي ولا نائب من بيروت إجا لهون. الصيادون تحركوا منذ فترة من أجل البقاء في الدالية، لكنهم لم يستطيعوا مواجهة حيتان المال فغادروا بعدما نالوا حصتهم من التعويض. سويت منازلهم بالأرض، رفع السور من جهة الكورنيش، واستقدم الأسمنت تحضيراً، وما بقي مجموعة من الأشخاص يرفضون التخلي عن الدالية منفس المدينة الأخير تحت شعار ارفعوا ورشتكم عن روشتنا. اليوم نحن تحديداً موجودين هون تحت مش فوق على الرصيف لنستعيد حقنا بالوصول للبحر وباستخدام هالمكان، لأنه هو يعني من أكبر وأهم وأحلى المساحات العامة ببيروت، وفعلياً إذا خسرناها ما بعتقد بقى عنا شيء بهيدي المدينة. المسؤولية مش واحدة على وزارة البيئة، نحن من ناشد بلدية بيروت ومحافظ بيروت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني، لأنه كل هولي كمان عندهم المسؤولية بأنه يرفضوا رخصة انعطى لهالمشروع. عم نطالب أول شيء وزارة البيئة تعمل هيدا التقييم وتنشر نتائجه علنيا، لأنه ما ممكن هيك مشروع يكون صديق للبيئة. ما بقى في محل ببيروت، خلص اختنقت المدينة. معلش في ناس بيقولوا ما في أمل، لشو عم تعملوا هيدا الشيء؟ لا في أمل، والمدينة باقية بأهلها. إذا أهلها طالبوا فيها، نحن مشكلتنا ما منطالب بمدينتنا، لما نحن منطالب بمدينتنا بترجع لنا. أما المشاركون في التحرك الذين جاءوا من مختلف المناطق فانقسموا بين متفائل ومتشائم. وباقي هون لحد آخر رمش من عيني. نحن نطينا لعيونك يا حريري، وهلأ جاي عم تقبعنا، وانت قلت للأبد الله يرحم البي أكيد، بس مش الأولاد، هن اللي وصلونا لهون، هن اللي اشتروا الأرض. خنقونا يعني ضمن علبي، لازم تدفعي غير الضريبة انت عم تدفعي لتعيشي، لا صار لازم تدفعي بدل لتكسر ابنك. باعت الدولة الأرض وباعت الموجة أيضاً لتقطع بذلك الهواء عن مدينة تختنق بأسمنتها. هكذا تحولت الروشة إلى ورشة تحول الصخرة وداليتها من معلم سياحي ثقافي بيئي عام إلى صورة جميلة في الذاكرة الجماعية. من دالية الروشة، رونا حلبي، قناة الجديد.